بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان أسهل طريقة لحساب الأعداد السالبة. إذا لاحظوا معي، بالنسبة للعدد 8 فهو عدد موجب، زائد 7 عدد موجب، يعني سواء كانت إشارة زائد بجانبه أو بغير إشارة فإنه عدد موجب. ناقص 10 عدد سالب، ناقص 3 عدد سالب، ناقص 5 عدد سالب، ناقص 4، ناقص 8 أعداد سالبة. إذا نبدأ على بركة الله. إذا 8 ناقص 10 بالنسبة للعددين فهما مختلفة، يعني مختلفة الإشارة، يعني 8 موجب 10 سالب، فإننا يعني نبحث عن أكبر عدد. أكبر عدد هو يعني 10، 10 أكبر من 8، نضع إشارة العدد الأكبر ثم نقوم بفرق العددين. إذا 10 ناقص 8 يساوي 2، إذا 8 ناقص 10 يساوي ناقص 2. 17 ناقص 3، 17 موجب 3 سالب، إذا العددين مختلفي الإشارة، يعني نبحث عن أكبر عدد هو 17، إذا فهو عدد موجب، يعني هذه في بداية الأمر، من بعد سوف تعتادون على عدم كتابة الإشارة زائد. إذا 17 نقوم بطرح العددين، يعني طرح 3 من 17 أي فرق العددين. 17 ناقص 3 يساوي 14، إذا 17 ناقص 3 يساوي 14. ناقص 5 زائد 7، إشارتين مختلفتين، نبحث عن أكبر عدد نضع إشارته، إذا 7 أكبر من 5 إذا موجب. نقوم بفرق العددين، 7 ناقص 5 يساوي 2، إذا ناقص 5 زائد 7 يساوي 2. ناقص 4 ناقص 8، العددين سالبين، هنا يمكن أن نطبق القاعدة أ زائد ب يساوي أ زائد أ ناقص ب يساوي أ زائد ناقص ب. إذن هذه القاعدة، يعني أ ناقص ب يساوي أ زائد ناقص ب. بالنسبة لناقص 4 ناقص 8 يساوي ناقص 4 زائد ناقص 8 يساوي ناقص 12، يعني نضيف الأربعة على الثمانية بخلاف هذه العملية التي قمنا فيها بفرق العددين. هنا نقوم بجمع يعني العددين، نضيف أربعة إلى ثمانية تساوي 12. إذا ناقص 4 ناقص 8 يساوي ناقص 12، يمكن أن نطبق هذه القاعدة، يعني أ ناقص ب يساوي أ زائد ب، يعني ناقص 4 زائد ناقص 8 يساوي، إذا ناقص 4 ناقص 8 نفس الإشارة، ونجمع العددين، يعني نضيف 4 على 8 12، إذا ناقص 4 ناقص 8 يساوي ناقص 12. 9 ناقص ناقص 3، عندما يكون ناقص يعني وبعده قوس ثم ناقص فإن هذه الإشارة تحول إلى الموجب، يعني 9 تساوي 9 زائد 3 تساوي 9 زائد 3 يساوي 12. إذا ناقص يعني قوس ناقص تعطي زائد. ناقص 11 زائد
ناقص 5. هذه العملية، نعم يعني تشبه هذه العملية، يعني ناقص 4 ناقص 8 ناقص 4 يساوي ناقص 4 زائد ناقص 8، يعني عملية الجمع. وهنا العددين لهما نفس الإشارة، فإن يعني المجموع يكون بنفس الإشارة، ونضيف 4 على 8 كذلك نفس الشيء نفس الإشارة. إذن المجموع يكون له نفس الإشارة، ونضيف 11 على 5 تساوي 16. إذن ناقص 11 زائد ناقص 5 يساوي ناقص 16. بالنسبة لعملية الضرب، الضرب يعني الجداء، إذا كان يعني العاملان لهما إشارتين مختلفتين فإن الجداء يكون سالب، سواء العامل الأول أو العامل الثاني فإن الجداء يكون سالب. وإذا كان يعني العاملين لهما نفس الإشارة فإن الجداء يكون موجب، سواء كان سالبين أم موجبين. إذن 5 في ناقص 3 يعني عامل موجب وعامل سالب، فإن الجداء يكون سالب. 5 في 3 15، يعني 5 في ناقص 3 يساوي ناقص 15. ناقص 5 في 3 يعني سالب موجب سالب، 5 في 3 15. يعني إذا كان أحد العاملين يعني سالب والآخر موجب فإن الجداء يكون سالب. ناقص 5 في ناقص 3 يعني نفس الإشارة فإن الجداء يكون موجب، 5 في 3 15، 5 في 3 يساوي 15. يعني بالنسبة للجداء إذا كان العاملين لهما نفس الإشارة يعني سواء موجب أم سالب فإن يعني الجداء يكون موجب. إذا كان أحد العاملين يعني موجب والآخر سالب فإن الجداء يكون سالب، يعني إذا كانت الإشارتين مختلفتين فإن الجداء يكون سالب. بالنسبة للقسمة نفس الشيء، يعني نفس القاعدة التي يعني تحكم الضرب فإنها تحكم القسمة. إذن ناقص 15 على ناقص 3 يساوي 5، يعني موجب. سالب على سالب يعطي موجب، سالب في سالب يعطي موجب، يعني نفس القاعدة التي توجد في الضرب تسري على القسمة. يعني هنا البسط والمقام لهما نفس الإشارة، إذن الخارج موجب، البسط سالب والمقام موجب، إذا النتيجة يعني هنا الخارج يكون سالب، 15 على 3 يساوي 5. البسط موجب، المقام سالب، يعني الخارج سالب، 15 على 3 5، 15 على 3 يساوي 5. يعني احتفظت بنفس العدد كذلك بنفس العدد، نعم يعني لتستنتجوا القاعدة. القاعدة جد سهلة بالنسبة للضرب والقسمة، يعني سالب موجب في سالب سالب، سالب في موجب سالب، سالب في سالب موجب، موجب في موجب موجب. كذلك قسمة، سالب على سالب موجب، موجب على موجب موجب، سالب على موجب سالب، موجب على سالب سالب. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.